السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل المتابعين بالدنيا. ومثل ما علمناكم كل يوم قصة رعب جديدة. قبل لا أبدأ بالقصة مال اليوم، اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى، ويلا نبدي بقصتنا. اسمي باسل. بأحد الأيام كنت أقود بسيارتي نوع بي ام دبليو، صار قدامي حادث مروع. من شدة قوته وبشاعته ما قدرت أنساه، وشفت شيء أو شفت شخص متواجد يم الحادث. هذا الشخص ظل ملازمني طول حياتي، وظليت سنة كاملة تقريبا ورا ما طبت كل ما أشوف سيارة تشبه السيارة اللي سوت الحادث أتذكر الموقف، وأحيانا حتى أوقف مكاني وأقرأ قرآن وأبدي أتعوذ. يوم من الأيام كنت طالع على طريق خارج وعام، والسيارات بي تمشي سريع، وكانت فترة المغرب تقريبا، وكنت أقود تقريبا بحدود 130 140. اجت السيارة وراي مسرعة جدا وبدأ يشعل لي بالأضوية، يعني انطيني طريق حتى أطلع. عاندت بي لأن كان الشارع كبير ويقدر يجتازني من الجهة الثانية. المهم ظل يراوغ بي ويروح يمين ويسار، شكله معاند وياي. كنت انا بذاك الوقت وحدي وسيارتي هم سريع امام قصره، لكن لما تقرب السياره علي زين شفت ويا مره قاعده لقدام، وقلت بيني وبين نفسي احتمال عده حاله طارئه. انطيت طريق واجتازني، ومن اجتازني ناظر علي وبدا يصيح وشكله كان يشتمني. ما درت الا بال لانه وياه مرة احترمته، وظليت امشي وراه تقريبا اقل يعني 8 دقائق. شفته مسوي حادث مروع، ما كانت اكو سيارات بالشارع. نزلت مباشرة، والسيارة اللي ضربته ما شفتها، لكن شفت اثار السيارة كبيرة. ولما نزلت لقيت المسجل مشتغل على الاغاني بسيارته، يعني مسجل السيارة ما كان طافي. اتقربت علي بذاك الوقت، وكانت يعني الأضوية مع سيارتي صايرة على سيارته، وشفته انه هو غرقان بدمه وعنده جرح برقبته، ورقبته كانت تطلع دم. والمرة اللي كانت بصفه كانت الجبهة مالتها ما موجودة، وحتى شعرها كان ما موجود، ونص الشعر مالها كان لازق على الجامعة من قوة الحادث. المشكلة كانوا اثنيناتهم ميتين، واني وحدي بهذا المكان وما اقدر ابلغ احد. المهم ظليت واقف بذاك الوقت، اجيت اتقيأ من المنظر اللي شفته، وما قدرت اساعدهم لان السيارة كانت مطبقة عليهم، يعني فد مرة الضربة كانت قوية جدا. وانا جاي اتقيأ رفعت راسي، واول ما رفعت راسي الباب اللي ورا مال السيارة كانت المناكة يعني ما شفتها تنفتح ولا لا، سمعتها تنفتح، ونزل من عندها شخص كان لابس لون أسود يعني رداء، واللبس مالته كان بذاك الوقت يعني لبس ثقيل شبه شتائي، وإحنا كنا بموسم صيف. أول ما شفته اتقدمت عليه ردت أكلمه، وأنا مشيت افتر وقال لي لا تتبعني. شكله كان إنسان لكن وجهه مرعب جدا، كان وجهه أبيض وبي بقع داكنة. طبعا بذاك الوقت أنا ما أعرف اللي صار بيه، وحسيت بقشعريرة، وهنا أجني تقريبا سيارات اثنين ووقفوا وبدوا يتقدمون. ولما نتقدموا على السيارة لقوا البنية بعدها بيها نفس، ولاحظوها أنه هي جاي تتنفس بعجوة. كان كل اللي موجودين يقولوا لها الشاهدي هاي لحظاتك الأخيرة بالدنيا، وأنا هذا الكلام وقف شعر جسمي، وكنت واقف مثل الشخص المجنون. وبما أنه أني أول شخص يعني قدام الحادث قالوا لي شلون صار الحادث، قلت لهم ما أعرف حالي حالكم، أجيت ولقيتهم. وبدت السيارات تلتم، وطلعوا ذولا وخابروا على سيارة إسعاف جدتي ونقلتهم. صعد سيارتي بذاك الوقت واخذت السايد البطيء وبديت امشي على كيفي. وانا جاي امشي كل ساعة تظهر قدامي او بالزجاجة الامامية صورة هذا الشخص
اللي شفته لغاية ما شعرت بنفسي واني انحرف عن الشارع وبعدين ارجع السيارة. كان بالي يسهى ويروح بعيد. وصلت البيت بذاك الوقت يعني تقدرون تقولون متفرمت عقلي، ما كنت استوعب الاحداث اللي صارت قدامي. سألوني بالبيت وقالوا لي شبيك، قلت لهم شفت حادث على الشارع. قالوا لي كنا شايفين حوادث، شبيك هيك لونك مخطوف، اخاف انت اللي سويته. اخوي الاصغر مني قال انت تمشي سريع وشكلك انت اللي مسوي الحادث، خلي اطلع اشوف السيارة. شاف السيارة ورجع وقال لوالدتي لا سيارتنا ما بيها اي حاجة. قلت لهم مو انا سويت الحادث، الحادث صار قدامي. قالوا لي بداك الوقت تعال تعشى، قلت لهم ما اشتهي وما اريد. دخلت لغرفتي حتى انام وبديت اتقلب يمين ويسار لغاية ما غفيت. ولما غفيت حلمت حلم يقول لي انت الشخص الوحيد اللي شافني وراح اظل اجيك بشكل يومي. وقعدت الصبح اتذكر الحلم بحذافيرة. كنت بالبداية اقول هذا مجرد حلم لا اكثر، لكن بعدها لما نتكرر علي بليالي هواية عرفت انه اني بي شيء. رحت الشخص وقرأ علي قرآن وقال لي هسه ان شاء الله تصير زين. وبعدها رجعت للبيت وحلمت حلم، وكانت الاحلام ماتي شبه سلسلة. قال لي تروح على شخص حتى يخلصك، انت ما راح تخلص من عندي ابد، لازمني. وشكل هذا من الجن الخبثاء. اللي سويته بذاك الوقت قمت دائما اروح على ناس تقرأ قرآن، لكن ما كانت اكو فائدة، لان السبب كان بي اني، ما كنت اصلي ولا كنت ملتزم بصلاتي. يوم من الايام اجرني واحد جيراننا، انا سيارتي ما اشتغل بيه، لكن هذا جيراننا وعنده عائلة وعنده اطفاله ثلاثة وسيارة ما عنده، ودائما يجي ويقول لي وصلني الاهل زوجتي. كنت استحي من عنده وحتى هو يعني يشيل فلوس وينطيني. وصلته بذاك اليوم وهناك كلبوا بيه وقالوا ما تروح، احنا مسوين ثواب ولازم تظل يمنا على العشاء. وانا وصلت تقريبا على العصرية للبيت هناك. المهم قعدت وياهم، واول ما اكلت وكملت طلعت وكنت شبه ناسي الاحداث. وطلعت امشي بالشارع، فجأة السيارة مالتي ارتفعت حماوتها او ارتفعت حرارتها. والسيارات الالماني معروف لما تصعد الحماوة بيها لازم تروح وتبردها لان اعطالها تكون شوية مستعصية، ولازم تبردها لان يراد لك كمية فلوس كبيرة يلا تصلحها اذا عطلت. نزلت من السيارة فتحت الجنطة مالتها الخلفية، نزلت مي وبديت ابرد بيها. واول ما بردت السيارة نزلت غطاء المحرك ولقيت واحد واقف، واللي لقيته بذاك الوقت الشنجت لما شفته. وبنفس الوقت كنت ارتجف وخايف وقلت له ترى اني ما مسوي لك شيء، وانت شو تريد من عندي؟ عرفته اكيد اللي شفته نفس الشخص اللي شفته بيوم الحادث. قال لي امشي وصلني. بذاك الوقت قمت يعني ارتجف ومشاعري كلها انضربت. صعد وياي بالسيارة اللي قدام واني حطيت ايدي اريد امشيها، قال تمشي بدون اي صوت. وانا صدق ظليت امشي بدون اي صوت. قال لي انا ما راح اعوفك نهائيا، اني انعجبت بيك. ويضحك بصوت عالي ويقول لي انا راح ازوجك وحده، اختي تعجبك لو ما تعجبك. وبهالاثناء هو قال هاي الكلمة حسيت مثل الضباب وصار على عيوني، يعني اكو فتشي ابيض والشارع قمت ما اشوفه. وبدأ يصرخ ويقول لي راح تسوي بينا حادث، ركز على سياقتك. المهم غمضت عيوني وركزت زين، فتحت عيوني لقيت نفسي منحرف وبعد شوية واصعد الرصيف مال الشارع وهو اختفى من السيارة. ومباشرة ركزت على طريقي احسن من ما اسوي حادث، وانا شكلي اتوهم وما كان موجود اي شخص. استمريت بالقيادة وبعدها سمعت صوت ما نفس وهستوني اريد التفت، مد ايده على كتفي وقال لي خلاص اطبق هنا ومنزلني. طلع منتقل من اللي قدام ورايح لورا. بذاك الوقت وقفت بنص الشارع
وهو ما عرف وين راح، وحتى اكو سيارة وراي اجتي تضربني، ونزل صاحب السيارة وتعارك وياي، قال سواق اخر زمن، شلون توقف بنص الشارع بدون اشاير وبدون اي حاجة. المهم اعتذرت من عنده وكملت طريقي، وبذاك اليوم طبيت للبيت شبه مجنون، واوضاعي متغيرة، وكل البيت انتبه علي، متعودين علي لما ادخل البيت الشاقة ويا الكبير والصغير بوقت واحد، وما عندي تفرقة بالبيت نهائيا، ودائما ما ارجع فارغ للبيت، يعني اجيب وياي حاجة. بهذا اليوم ما جبت وياي اي حاجة، ومباشرة دخلت للغرفة، اجت والدتي ودقت علي الباب مال الغرفة، قلت لها ادخلي. دخلت قالت لي شبيك؟ قلت لها ما اعرف، اكو واحد هيج وهيج، وبديت اسولف لها. بذاك الوقت والدتي صدقت بي، لان شافتني شلون انا خايف ومتوتر، قالت انت شكلك عليك عين، انت محسود، ليش ما تروح الشخص؟ قلت لها رحت. طبعا انا من رحت بالايام هذيك ما كانوا يدرون بي انا اروح على شخص ويقرا علي قران. بهذا اليوم شغلت قران بالتليفون مالتي وعفته بجانبي، والمشكله الاكبر هم حلمت، ولما انقعدت من الحلم مفزوع مباشره لقيت القران طافي، والمشكله كانت بالحلم. الحلم اللي حلمته لأني صاعد بسيارة بيها رجل ومرأة قاعدين لي قدام وأنا ما شايفهم، وأنا كنت قاعد لي ورا، وبعدها سووا حادث، والحادث كان قوي ومروع، لكن أنا اللي قاعد لي ورا ما صابني أي حاجة، وعندي دوار، وأول ما التفتت بصفي لقيت هذا الشخص نفسه وتهجم علي وخنقني ويقول لي كله بسببك صار الحادث. والحد هذا الحلم اللي انا قعدت من عنده مفزوع، شكلي انه انا صرت مريض نفسي او ما تقبلت الحادث اللي صار قدامي، وهواي اكو اشخاص لما يصير حادث قدامهم يعني مباشرة تصير بيهم حالة نفسية، احتمال هاني من ذولا، وبديت اراجع اطباء لكن بدون جدوى. الحد ما يوم من الايام اندقت الباب البرة على الساعة 10، طلعت والدتي برا ورجعت لي، قالت لي هذا واحد يريدك وينادي باسمك، شكله صديقك اطلع شوفه. قلت لها انا ما متواعد ويا احد وعندي تليفون، قالت لي ما اعرف روح شوفه. المهم رحت وطلعت، واول ما فتحت الباب لقيته واقف قدام الباب ويقول لي اجيتك. والدتي كانت تصيح علي وتنادي وتقول لي هذا منو اللي جاي يحكي وياك؟ المهم قلت لها ماكو احد، وطبيت مباشرة. أول ما طبيت اندقت الباب مرة ثانية وجفلت وارتعبت وركضت جو. سألتني والدتي وقالت لي منو هذا وش رايد؟ قلت لها ما أعرف. المهم والدتي راحت ما لقيت أحد بالباب، رجعت علي وقالت لي أنت شبيك وأنت شنو مسوي؟ قلت لها الجن جاي طاردني وهو اللي دق الباب. فوالدتي ذاك الوقت كانت ضائجة شوية ومعصبة من أمور البيت، قالت لي أنا فوق حمل البيت إنه أنت تجيني تقول لي جني يدق الباب، هو وين أكو جن بزمننا هذا؟ والدتي طبعا كانت مرأة يعني مؤمنة وتعرف بوجود الجن، لكن قالت هاي الكلمة يعني كلمة مجازية، يعني ما قصدتها بالحرف الواحد. وهنا الباب مال الحمام انفتحت وردت انسدت بقوة مو طبيعية. والدتي كانت مرأة مريضة، لما التفتت ولقت إنه الحمام باب انسدت وما كان اكو احد موجود جوه، صار لونها اصفر وسقطت على الارض، شناها واخذناها ورحنا للمستشفى، والدكتور قال هاي متعرضة لحالة صدمة، واول ما صحت قالت البيت مالنا انسكن بسببك. قلت لها يما انا ما مسوي اي حاجة وانا ما بيدي اي شيء، انا شفت حادث وهذا لازمني من الحادث. المهم جبنا الشيخ وقرأ قرآن بالبيت وقال بيتكم ما بي اي حاجة وشغلوا قرآن دائما. طبعا والدتي قامت بهذا الواجب ويومية الشغل قرآن وبكل وقت، لكن أني أحلم، الأحلام مالتي ما فارقتني نهائيا، وقمت ما أطلع بالليل نهائيا وأبدا، لحد ما يوم من الأيام توفى واحد أقاربنا، واخذت أهلي وطلعت أني ورحنا للمقبرة، وصادف الدفنة مالتي العصر وهم جاي يدفنون بي العصرية، شفت واحد واقف لي غاد ويلوح لي بإيده ويسوي حركات يعني مال واحد مجنون، مستحيل واحد عاقل
يسويها يقفز ويحط ايده على راسه وما اعرف شو يسوي، وانا اناظر بيه وبعدها يرفع ايده ويأشر علي. لما انتبهت عليه زين كانت بيه ملامح من هذا اللي طلع لي بوقت الحادث او هذا اللي جاي يطاردني. ظليت صافن، وكانوا اهلي يحجون وياي ويقولوا لي يلا خل نطلع ونغادر، وانا بس صافن مناظر عليه وهم ما كانوا يشوفون اي حاجة. صعدت بسيارتي، صعدت عائلتي وبدينا نمشي، وشوية شوية السيارات اللي كانت جاية ويا الجنازة بدت تخف، يعني كل واحد يوصل محطة ويلوف، اللي يروح لأهله اللي عنده شغلة ويروح، وانا استمريت بالقيادة. المهم وانا مستمر بالقيادة صرخت والدتي وقالت لي راح تضربه لوف بسرعة، وبذاك الوقت كان صوتها وصراخها عالي جدا، مع العلم ما كان اكو اي احد بالشارع، وانا هنا عرفت انه الجن جاي يتلاعب بينا كنا ومستحيل اليوم يخلينا نوصل سالمين. وإضافة إلى هاي أكو طريق راح نفوت بيه شبه مهجور، هو الطريق يعني مو مهجور لكن سيارات بيه قليلة بما أنه هو شارع سريع جدا، يعني السيارات تفوت تمشي سريع، فالشارع مفتوح ومن الجانبين كان فارغ تماما شبه صحراوي. وبعدها يلا أوصل للبيت، فلما هي شفت خففت من سرعتي أخاف أسوي حادث، وجيت أشغل قرآن، كل ما أكبس على القرآن وأشغله يرد المسجل ينطفي وحده مرة ومرتين وثلاثة، لغاية ما انصفعت من ورا على إذاني صفعة قوية جدا من الجهة مال الباب، يعني ما حد راح يقدر يمد ايده ويضربني، أنا حسبته طفل من الأطفال اللي ويانا. طبعا التفتت وقلت له من اللي ضربني؟ قالوا ما حد ضربك. المهم وبذاك اليوم ما اعرف شلون قضى وما اعرف شلون قضت ليلتنا لحد ما وصلنا الباب مال البيت ونزلنا كنا ودخلنا، ووالدتي شغلت قرآن جوه. بعدها كانوا مناسين غراب بالسيارة لازم اروح انزلهم، طبعا انا خما اقول لهم اخاف، طلعت برا وانا وصلت السيارة، السيارة كانت يعني طابقة واضوية يمها ومبين كل شيء بداخلها. لما اجيت وفتحت بابها لقيته قاعد جوا ويقول لي انتظرك هستوني، جيت اريد اركض ما اعرف شلون لزمني من نيدي، واول ما لزمني عتني ذاك الوقت عتة قوية جدا من شدة العتة مالته، انضرب راسي بالتكمة او بالاطار الفوق مال الباب مال السيارة وانشق راسي شق قوي. بذاك الوقت بديت اصرخ بصوت عالي واقول لهم تعالوا لي، بذاك الوقت اهلي طلعوا والجيران كذلك، لقوا ايدي موجودة يعني بداخل السيارة واني اصرخ وما كان اكو احد موجود، وبس تقربوا علي تركني وغادر. بذاك الوقت انهاريت تماما واخذوني خلوني بالمسجد وقرأ علي الشيخ قرآن، صرت احسن لكن رفضت اطلع، ظليت تقريبا 6 ساعات وبعدها رجع يقرأ علي مرة ثانية، وانا اقول له بعدني احس بيه وبوجوده، وهو يقول لي ابني انت هسه بالجامع وهذا مسجد مستحيل يدخل اله شيطان او جن خبيث. قلت له ما اعرف اني بعدني. المهم هو اتصل على شخص وما كنت اعرف انه هو متصل على شيخ، واللي صار هنا طلع الجن اللي موجود بداخل قوي جدا ويراد لشيخ قوي كذلك، وجابوا شيخ قوي وبدأ يقرأ علي قرآن، قرأ تقريبا بحدود النص ساعة وانا ما كانت عندي اعراض لغاية ما حسيت ايدي ترتجف وكنت يعني ما اقدر اتحكم بيها، لكن كنت اريد اسكته، كنت احس انه هو جاي يسبني ويشتمني مو جاي يقرأ قرآن، رفعت ايدي وضربته. المهم شتفوني هذا الشيخ والثاني وبدأوا يقرون علي اكثر واكثر لغاية ما الجن اللي موجود بداخلي نطق وقال لهم اني عجبني. بذاك الوقت انا كنت صاعد بسيارة والسيارة سوت حادث لكن مو بسببي، السائق وزوجته هم اللي سووا الحادث، كان يمشي بسرعة واصلا ما منتبه على طريقه. المهم طلع من جسدي وغادر، وانا بعدها ظليت اعاني بسبب الكوابيس اللي اشوفها، قمت ما اقدر انام عدل الا اخذ منوم، اول ما اخفى او اول 10 دقائق مباشرة احلم بكابوس. برأيكم انتو شنو اللي صار وياي وليش الجن
اجى علي وليش هو انعجب بي، شنو اللي سويته اني اله. احتمال كبير انه شي كان ما يصلي، واحتمال كبير انه هو كان مبتعد عن رب العالمين بعد تام وراد يغوي اكثر واكثر، لكن العدالة الربانية موجودة. المهم اذا استمتعت بالقصة اضغط على زر اللايك، اشترك لي بالقناة، فعل زر الجرس، وانتظرني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.